شاركت السلطنة في معرض بورصة للسفر العالمي المقام في العاصمة الألمانية برلين، والهادف للتعريف بالمقومات السياحية للدول. ويعد المعرض أكبر معرض عالمي متخصص في قطاع السفر والسياحة العالمي، وتستمر فعاليات المعرض حتى نهاية الشهر الحالي، حيث يشارك فيه أكثر من 86 دولة. معرض السياحة الدولي في برلين، عنوان لكل محبي السفر ممن تستهويهم جولة سريعة حول العالم، وموعد مع أكبر معرض من نوعه في العالم والذي يعنى بتسويق وتطوير السياحة. ويحضر فعاليات المعرض أكثر من 10,000 عارض من 118 دولة، ولن نبحث طويلا حتى نكتشف الجناح العماني، وبحضور قوي لمختلف الفعاليات والهيئات السياحية، وبحضور سعادة وكيلة وزارة السياحة العمانية ميثاء بن سيف المحروقية. حضورنا هذا العام كانت بأعداد شركات ممثلة بشركات سياحية، وأيضا قطاع الفندقة في سلطنة عمان، عندنا 34 شركة مشاركة معنا، وطبعا له أهمية كبيرة، لأن خلال هذا المعرض كونه من أكبر معارض مثل ما ذكرنا، يكون يعقد الاجتماعات ويعقد أيضا تبادل اتفاقيات، سواء كانت بين الشركات أو الفنادق والشركات العالمية الأخرى. ثم افتتحت الوكيلة إلى جانب سعادة السفير العماني الجناح باستقبال ضيف الشرف الألماني وزير الدولة البرلماني والمكلف الحكومي بشؤون الاقتصاد والسياحة السيد إرنست بورنباخر. يثبت المعرض من جديد أنه الأكبر دوليا، فجميع أجنحته على الإطلاق مشغولة. إن عمان هدف محبوب لدى الألمان ويتمتع بسمعة ممتازة لديهم، كما أن نمو عدد الرحلات الجوية يجعلني أرى فرصا جيدة كي يكسب العمانيون المزيد من السواح الألمان. من الجناح العماني في معرض برلين الدولي، عصام بلوز لتلفزيون سلطنة عمان برلين.